اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل تطبيق حل مشكل تشغيل الفيديوهات تلقائي واي فاي فقط. قوموا بالضغط هنا على تطبيق جاكو، من ثم سوف نقوموا بالضغط هنا نقوم بالضغط هنا على الملف الشخصي، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على عمة، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تشغيل فيديوهات تلقائي، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الواي فاي فقط. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديو قادم إن شاء الله.